بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الفرقة الثالثة شعبة الإدارة والمحاسبة، مقرر التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي. كل عام وأنتم بخير. الحقيقة المحاضرة دي طبعا انتوا عارفين ان مادة التنمية الاقتصادية مشتركة مع الدكتور مصطفى، وهو اكيد اشتغل معاكم النص التاني واكيد خلصه وياكم وراجع لكم، وانا الحقيقة عشان كان معايا النص الاول فانا حبيت برضو اديكم ارشادات النهاردة بخصوص الامتحان. فمحاضرة النهاردة ارشادات الاختبار الالكتروني وبعض النماذج من الاسئلة اللي هي هتيجي في الامتحان. قبل كده انا كنت اديتكم برضو اسئله وسالتكم في المحاضره لما كنا مع بعض في المحاضره، وكنا غطينا الجزء بتاعنا سواء في المحاضره او سواء اونلاين. ان شاء الله باذن الله النهارده اتكلم معاكم على ارشادات الاختبار الالكتروني. اداره المعهد وسياده العميد دكتور محمد سامي راضي، الحقيقه حسينا كتير جدا جدا عليكم، وان احنا ازاي نيسر لكم الامر والامور تكون سهله جدا معاكم في الاختبار الالكتروني. طبعا الاختيار وقع على ان يكون اختبار الكتروني مش بحث، وده تيسيرا عليكم وتسهيلا كتير كتير عن الاختبار الورقي كمان. التسجيل اولا هتسجل انت على موقع المعهد اللي هو www.kfs-himit.com بالرقم القومي بتاعك والرقم السري اللي هو 123456، ويكون باللغة الإنجليزية. الرقم تدخله باللغة الإنجليزية. الحقيقة الاختبار الإلكتروني هيكون أسهل ما يكون. عبارة عن إيه الاختبار الإلكتروني؟ كل أستاذ في المادة بتاعته هينزل بنك الأسئلة في كل مقرر. كل مقرر فيه بنك أسئلة. بنك الأسئلة ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 100 سؤال، 50 سؤال اختياري و50 سؤال صح وغلط. يبقى الامتحان بتاعنا هيكون شقين، شق سؤال اختياري وشق التاني اسئلة صح وغلط. ال100 سؤال دول اللي هم ببنك الاسئلة لن يخلو منهم الامتحان، يعني الامتحان جوه ال100 سؤال. طب انت هيجيلك ايه؟ هل هيجيلك ال50 سؤال اختياري و50 سؤال صح وغلط؟ لا، انت هيجيلك بس 10 عبارات اختار و10 عبارات صح وغلط من ال100 سؤال دول. واكيد ال100 سؤال دول مش هيخرجوا من بره المنهج، واكيد قبل كده درسناهم وقبل كده اتسالنا فيهم وقبل كده ناقشناهم في المحاضرات، فما فيش اي حاجه غريبه عليك. الامتحان عباره عن 10 اسئله اختار و10 اسئله صح وخطأ من بنك الأسئلة اللي مش هيخلو منه الامتحان. طبعا كل طالب ليه امتحان غير التاني. طيب هينزل على موقع المعهد فيديو يوضح كيفية التعامل مع الاختبار الإلكتروني. ازاي يكون؟ ازاي تدخل؟ ازاي تبدأ؟ هتجاوب ازاي؟ تتنقل من سؤال لسؤال ازاي؟ ازاي هتخرج من الاختبار؟ لو في حاجة غلط انت عايز ترجع لها مرة تانية تصحح اجابة، شكيت في سؤال حبيت ترجع له مرة تانية، حبيت تراجع، كل ده هيوضحه مين؟ هيوضحه الموقع بتاع المعهد، الفيديو اللي هينزل ان شاء الله قريب على موقع المعهد. نتيجة الامتحان اما ناجح او راسب. طبعا الاسئلة او الاختبار الالكتروني ده كله للصفوف النقل كلها اللي هي اولى وتانية وتالتة، فيما عدا اللي عندهم مواد ممتدة هياخدوا الجزء الاول اللي كان في المحاضرات تحريري بعد انتهاء تعليق الدراسة، والجزء الثاني هيبقى الكتروني. الاختبار هيتم الاول قبل الامتحان النهائي اختبار تجريبي، تجرب نفسك كده في الاسئلة، تشوف ازاي هتحل، ازاي بتتنقل من سؤال لسؤال، ازاي لو في غلط هترجع ازاي، يعني هتجرب نفسك كده فيه، معلهوش درجات.
وبعدين بعد كده هيتدخل على الاختبار النهائي. الاختبار النهائي ميعاده في مقرر التنمية والتخطيط يوم الخميس الموافق 11/6/2020، الوقت بتاعه من الساعة 12 للساعة 2، يعني الوقت بتاعه ساعتين. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان انت هتدخل على موقع المعهد وهتسجل بالرقم القومي 15 رقم بتوعك والرقم السري اللي هو من 1 لغاية 6. هتلاقي بنك الأسئلة قدامك 100 سؤال، ال100 سؤال دول 50 اختار و50 صح وغلط، هيجي لك منهم 10 اختار و10 صح وغلط. الأسئلة سهلة جدا وبسيطة جدا وهتقدروا تحلوها ببساطة. والحقيقة سيادة العميد دكتور محمد سامي راضي يعني مأكد علينا كتير جدا جدا على ان يكون الامتحانات اكثر سهولة وكله في مصلحة الطالب. دي كانت الفكرة بتاعت إرشادات الاختبار الإلكتروني. إن شاء الله هتحله، هتلاقي الأمور سهلة، الامتحانات هتكون سهلة وبسيطة، الوقت كافي معاك. تحسبا لأي ظروف، ممكن النور يقطع، الكمبيوتر فيه عطل، أو أي شيء حصل معاك، أي طوارئ، برضو قدامك الوقت بزيادة. دول كلهم 10 نقط، الأمر ما ياخدش معاك لو أنت مذاكر، ما ياخدوش معاك أي وقت. دي كانت بالنسبة لإرشادات الاختبار الالكتروني، وان شاء الله الامور سهله والامتحان هيبقى سهل جدا، ما في اي قلق، ما في اي خوف، ما في اي رعب من الامتحان. هي صحيح تجربه جديده انما جميله جدا وشيقه وهتحبوها. وكل الامتحانات الحقيقه اللي حث عليها وزير التعليم العالي ان الاختبارات كلها تبقى الكتروني، على الاقل دي تبقى فتره، دي تجارب لينا، وان شاء الله يكون عام دراسي موفق ليكم بإذن الله. عاملة نموذج لبعض الأسئلة اللي هي اختار وصح وغلط، هقراها معاكم من التنمية والتخطيط في الجزء بتاع اللي أنا اديته لكم. السؤال الأول بيقول لي: من مقومات التخطيط الناجح وجود جهاز إداري مدرب قادر على اتخاذ القرارات. طبعا واضح من الكلام، عبارة سهلة، حتى لو أنت مش مذاكر تقدر تجاوبها. أي تخطيط ناجح لازم يلزمه جهاز إداري يكون هو كمان ناجح، مدرب بيتصف بالكفاءة وعنده قدرة على أن ياخد قرار سليم، تبقى الإجابة صحيحة. أنت هتلاقي قدامك هنا دايرتين أو علامة صح وعلامة خطأ، فأنت هتيجي على صح وتيجي ضاغط عليها ضغطة، هتكون الإجابة بتاعتك إيه؟ صحيح. دي اللي مطلوب منك في الامتحان، إنك تضغط على الدايرة الصحيحة أو الدايرة الخطأ إذا كانت الإجابة خاطئة. طيب، من أهم خصائص التخطيط الناجح الواقعية والشمول. طبعا فيه كتير، الديمقراطية والتخطيط والشمولية والمركزية، كتير من خصائص التخطيط الناجح الواقعية والشمول، تبقى العبارة عندنا أهي بتعتبر العبارة صحيحة. طيب السؤال الثالث اللي وراه بيقول: يتراوح الإطار الزمني للتخطيط الطويل الأجل بين 5 ل10 سنوات. احنا خدنا أجل التخطيط اللي هو طويل الأجل، متوسط الأجل، قصير الأجل، وكان التخطيط الطويل الأجل بيتراوح بين 20 ل25 سنة وأكبر، والتخطيط المتوسط الأجل من 5 ل10 سنوات، والتخطيط القصير الأجل عادة بيكون من سنة ل2، ما بيزيدش عن كده. يبقى احنا عندنا العبارة هنا بيقول ان التخطيط الطويل الاجل يتراوح بين 5 ل10 سنوات، العبارة خاطئة، انما التخطيط الطويل الاجل بيكون اكتر من كده بكتير، من 20 ل25، من ل30 سنة وهكذا. طبعا احنا درسنا كل ده وعرفناه. السؤال الرابع بيقول: يكمن مفتاح التنمية الاقتصادية في النظرية الكلاسيكية في زيادة مستوى الاستثمار وزيادة حجم التكوين الرأسمالي. طبعا في ظل النظرية الكلاسيكية كان مفتاح التنمية بالنسبة لهم زيادة حجم الايه؟ الاستثمارات، وهي اللي هتزود التكوين الرأسمالي، يبقى عندهم ايه؟ رؤوس الأموال. طبعا العبارة بتعتبر صحيحة. باجي عندي العلامة الصح وبضغط عليها كده، هو تبقى العبارة عندي ايه؟ صحيح. الأسئلة سهلة جدا، واضحة جدا جدا، ما فيهاش أي
غموض. طيب النموذج التاني من الأسئلة اللي هو الأسئلة اختياري، نموذج تاني من الأسئلة اللي هي ايه؟ أسئلة اختيار. الأسئلة الاختياري بيبقى قدامك ثلاث أو أربع اختيارات، بتختار منهم إجابة واحدة هي اللي بتكون صحيحة. السؤال الأول بيقول يمكن كسر حلقة الفقر المفرغة بإيه بقى؟ إحنا عارفين دايرة الفقر ورسمناها على السبورة قبل كده وعرفناها. بيقول لك إحنا عايزين نكسر حلقة الفقر المفرغة دي، نخرج منها بإيه؟ برفع مستويات الإدخار، صح ولا غلط دي؟ أيوه صح. رفع كفاءة الجهاز المصرفي، أيوه صح. تحفيز الأغنياء على الاستثمار، أيوه صح. طيب الرابع بيقول ليه؟ كل ما ذكر صحيح، أيوه كل ما ذكر صحيح. أجي جاي على كل ما ذكر صحيح وإيه؟ وأجي معلمة وضغطة بالماوس على الإجابة الصحيحة، تترفع لي إجابة صح. كلام سهل، ولو أنت حتى مش مذاكر كمان تقدر تحل الأسئلة السهلة دي. طيب الحاجة السؤال اللي وراه بيقول إيه؟ من أسباب لجوء الأفراد في الدول النامية إلى الاكتناز عدم وجود الأوعية الادخارية الملائمة، وتخلف الجهاز المصرفي، عدم استقرار أسعار الصرف، كل ما سبق صحيح. لا طبعا، إيه الأسباب اللي بيخلي الأفراد؟ إحنا عرفنا الاكتناز هي الأموال التي لا تدخر في الجهاز المصرفي ولا تستثمر ولا تدخل في نطاق الاقتصاد القومي. الاكتناز زي اللي ما بنقول كل ايه، حط الفلوس تحت البلاطه، ما بودهاش البنك. اذا ليه الافراد في الدول الناميه بيلجأوا لانهم يحوشوا الفلوس عنهم في البيت وما يودهاش البنك؟ طبعا بيرجع ليه؟ عدم الاستقرار اسعار الصرف، تخلف الجهاز المصرفي، عدم وجود أوعية ادخارية ملائمة، عدم الثقة في الجهاز المصرفي نفسه. كل ده يعتبر صحيح. إذا كل ما سبق صحيح، يبقى أيوة كل ما سبق صحيح أهي تعتبر هي الإجابة الصحيحة. ده بالنسبة للأسئلة اللي هي اختار. طيب سؤال تاني بيقول إيه؟ بيقول إن ترجع تبعية الدول النامية إلى الدول الصناعية إلى الدول النامية. احنا عارفين التخلف عندها ثقافي، تخلف اقتصادي، تخلف اجتماعي، عندها كتير ظروف صعبة وسيئة بتخليها تابعة للدول الصناعية. واحنا عرفنا ان كانت الدول النامية مستعمرة، والدول الرأسمالية كانت بتدور على مصالحها، بتاخد كل اللي عندها من مواد خام، من عمالة رخيصة، وتستفاد هي، وسايبة دول في يعوموا في ظل التخلف. طيب هنا ترجع تبعية الدول النامية إلى الدول الصناعية لإيه؟ لأن الدول الصناعية اتلقت بدائل للمواد الخام اللي هي المواد الأولية، لارتفاع أسعار المواد الأولية، ارتفاع معدلات التبادل، ليس كل ما سبق. يبقى هنا لو أنا كده بصيت في الأربع إجابات، هل الدول النامية تابعة للدول الصناعية بسبب ارتفاع اسعار المواد الاوليه؟ ما كانتش بقى تابعه ليه. هل بسبب ارتفاع معدلات التبادل بينهم؟ ده بالعكس، ده تدهور معدلات التبادل بين الدول الناميه والدول الصناعيه، واحنا عارفين ليه. ليس كل ما سبق، لا برضو مش دي الاجابه. يبقى الاجابه عندنا الصح اللي هي نمره الف، اللي هي ايجاد البدائل للمواد الاوليه، لان الدول الناميه بتعتمد في صادراتها على مواد اوليه، في حين ان الدول الصناعيه لما تطلع بديل للمواد الاوليه اذا وقفت حال المواد الاوليه بتاعت الدول الناميه. عشان كده الدول الناميه تابعه للدول الصناعيه. سؤال تاني كمان بيقول من العقبات اللي بتقف امام الدول الناميه في هيكل التجاره الخارجيه ايه؟ انخفاض معدل التبادل التجاري، وجود الدول الناميه في ظروف تنافسيه سيئه، تذبذب عائدات الدول النامية من التجارة الدولية بينها وبين الدول الأخرى، كل ما سبق صحيح. أيوة كل ما سبق صحيح. دي الحقيقة اللي هي بعض النماذج الأسئلة اللي هي ممكن تجيلكم في الاختبار. احنا بس حبينا نعرفكم شكل الاختبار هيكون ايه بالنسبة للأسئلة الاختياري وبالنسبة للأسئلة الصح وغلط. هذه النماذج دي اللي زي الاختبار النهائي اللي انت هتشوفه، وانت هتتدرب على بنك الاسئلة وهتشوفه مش هيخرج منه الامتحان. بعيد مرة تانية ان الامتحان سهل جدا،
بسيط جدا جدا، مش هيخلو من 100 سؤال اللي موجودين عندك 50 و50، هيجي لك بس 10 فقرات صح وغلط و10 فقرات اختار. ما تنساش ميعاد الامتحان النهائي في نفس التوقيت، بتفتح الكمبيوتر بتاعك قبليها بشوية، تجهز نفسك، هتلاقي الامتحان قدامك تحل، هتلاقيه سهل جدا جدا ان شاء الله. بالتوفيق، اتمنى لكم التوفيق، واتمنى لكم عام دراسي ينتهي بالنجاح ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، وكل عام وانتم بخير.